السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات حبيبة. اليوم ان شاء الله نحضر معكم ديسير كيجي رائع جدا، يعني ديسير بالشوكولاتة او يعني تحلية هكا كتجي رائع جدا. فغنحتاج لهاد التحلية هادي، عندي نصف لتر من الحليب وعندي فلون ديال الشوكولات، ممكن الا استعملتو ديال 80 غرام اللي كيكون بالسكر انكم يعني تستغنوا على هاد 3 المعالق ديال السكر اللي غادي نضيف انا. عندي هنايا معلقه ديال الكاكاو وعندي معلقه ديال النشا. غنحتاج لهاد التحليه هادي. عندي هنايا البانكيك اللي صغير حضرته على هاد الشكل هذا، راه ديجا وحضرته معكم، راه تلقاوه الرابط ديالو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. عندي هنايا الفريز والبنان وعندي هنايا الفيرميسي الملون. بالنسبه التحليه فغادي نضيف عليها بعد ما كتوجد، غادي نضيف عليها هاد الاضافات هادو. بسم الله، هنايا غنوضع في كاسرونه كنضيف الحليب، نصف لتر ديال الحليب غنضيف عليه الفلون، هذا الفلون ديال الشوكولات، وهذه معلقة ديال النشا، وغنحتاج لثلاثة المعالق ديال السكر، وغنحتاج معلقة ديال الكاكاو، معلقة كبيرة ديال الكاكاو. إلا استعملتو الساشي فكتستعملو غير ساشي واحد. صافي، غنخلط كلشي جيدا حتى كتخلط لي هاد الكريمة هادي، وغنوضعها فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد لي. ضروري انكم تخلطوها مزيان. صافي، هنا بعد ما خلطتها غنرجعها فوق البوطه حتى كتغلى، وكتطلع عليها الغليه وكتعقد لي، ونتلقاو باش نضيفوا عليها الاضافه. صافي، هو الديسير ديالي بعد ما عقد، او الفلون ديالي بعد ما عقد، كتشوفوا راه باقي سخون، يعني خليته برد غير شويه. غنضيف عليه هاد الياغورت ديال الشوكولات، غنخلطو مزيان وغنخليه يبرد، عاد غادي نستعملو، يعني ما غاديش نستعملو وهو سخون، هو راه بدا كيعقد. الديسير هذا كيجي رائع جدا، وكيجي يعني ديال هكا يا ديال المناسبات او كفكرة مغايرة لتقديم الديسير او البانكيك. صافي، غنبقى نحركو حتى كيبرد لي شوية، عاد غادي نستعملو. صافي، هنايا خديت هاد الكؤوس هادو، ممكن تستعملوا زليفات او اي كؤوس عندكم. وغناخد البانكيك غنوضعو في الكأس على هذا الشكل هذا، يعني كنستمر حتى كنسالي الكؤوس ديالي، كنعمرهم هكايا بالبانكيك. صافي، هنا غنوضع الديسير. صافي، غنخوي عليه هكا،
صافي غنعمر الكؤوس ديالي على هذا الشكل هذا. صافي غنزينوه بهذا الشوكولاط هذا على هذا الشكل هذا. ها هو الشكل النهائي ديال البانكيك والديسير، كتجي رائعه جدا مع فلون ديال الشوكولاط، فكنتمنى تعجبكم. كيف كتشوفوا معايا هنايا الطبقات يعني ديال البانكيك والديسير والفلون ديال الشوكولاط من الفوق او تحليه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، و الى عجبكم ما تنساوش جيم وتشتركوا في القناه وديروا تفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. وشكرا على المتابعه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.